لا تزال الخدمات في العراق غائبة عن العديد من المناطق بسبب إهمالها من قبل الحكومة، إذ لم يشهد البلد أي اهتمام بالواقع الخدمي والبنى التحتية منذ احتلاله ولغاية الآن. الشامية إحدى مناطق محافظة القادسية التي تفتقر كغيرها لأبسط مقومات الحياة من الخدمات البلدية والإنسانية هناك. أي خدمات ما بيها؟ يعني وضعيتنا تعبانه، مجار ماكو الشوارع يعني ما بيها لا تبليط لا خدمات. انعدام الخدمات وتجمع المياه الآسنة في الشامية عمل على انتشار العديد من الأمراض بسبب الحيوانات والحشرات الضارة. هذا الطبر بحياية وبأوساخ وبجريدية وبكل شيء، وتمرضت عوائلنا وأطفالنا وما نقدر نطلع. انتشار الأمراض في المنطقة لم يكن آخر المطاف بل إن الأهالي هناك أكدوا حدوث حالات وفاة لا سيما بين الأطفال خوي احنا متأذين من هاي الطبر متأذين وهاي الطبر هو الناس ومرة غرق غرقت بنية بهذا الطبر من سبب هاي الزبالة ومن تمطر الدنيا ما نقدر نطلع على المدارس من هاي الزبالة أختي توفت أهالي الشامية اشتكوا من الإهمال الحكومي لمنطقتهم حيث أن السياسيين لم يلتفتوا لمطالبهم المتكررة بإصلاح الأوضاع في المنطقة لا قيم مقام يمض لا مديبيديه يمض بها استوهم بقت انتخابات لا تمشي شيء قاموا يصلحون قاموا ينظفون احنا وياكم بكم خير ودليلون بكم خير ودليلون بس لما تجي الصديق الانتخابات وكل شيء ماكو اما الرد الحكومي فلم يختلف هذه المره عن الاعذار السابقه التي يطرحها السياسيون دائما للتنصل من مسؤوليه خدمه المواطن والتي تعتبر واجبهم الاساسي قلة الإمكانيات وقلة التخصيصات هي التي كانت حائلاً أمام إنجاز هذه المشاريع وأمام تقديم تلك الخدمات. وبالتالي هنا عودة مرة أخرى إلى موضوع المحاصصة. ذريعه دمار المدن بسبب العمليات العسكريه ضد تنظيم الدوله لم تنفع الجهات المعنيه دائما حيث ان البنيه التحتيه المدمره واقع تعاني منه جميع المحافظات في العراق حتى تلك التي لم تشهد معارك ولعل قضاء الشاميه بمحافظه القادسيه خير مثال على ذلك